الصلة الوحدة مين. نكمل مع بعض السفر الجميل قوي الخفيف على القلب كده, سفر دانيال. طبعا شفنا المرة اللي فاتت دانيال الشاب اللي عنده 17 سنة مع أصحابه في الأكاديمية بتاعت الملك, في قصر الملك. الأكاديمية دي كانت 3 سنين, تخرج بقى حكماء وكانوا يقفوا كلهم بعد ما يتخرجوا كده والملك يختار أحكم الحكماء دول علشان إيه, ليها شروط معينة. ودانيال كده سموه بلشصر, وحنانيا سموه شدرخ, وشائيل ميخائيل أو ميشائيل سموه ميشخ, وعزاريا سموه عبدناغو. ولكن دانيال بلتشصر دعته السماء باسم الرجل المحبوب, يعني يتسمى زي ما تسمى, يسموه زي ما يسموه, ولكن السماء لها اسم تاني خالص سمته الرجل المحبوب. ربنا بيؤكد لدانيال ان اللي حصل له ان هو اتأثر وهو عنده 17 سنة وسافر مع الشباب ده في الفوج التاني من سبي بابل, مش على سبيل الصدفة. ولكن طبعا دانيال كان عارف بالكتب المقدسة وعارف قصة يوسف الصديق اللي فرعون ايه, فرعون أسره, المصريين أسروه في قصر وبقى متسلط في قصر فرعون لغاية ما بقى ايه تاني واحد في المملكة. عارف الحكاية دي كلها, وربنا قال له أنا أبقيتك لإيه, لإبقاء حياة. ربنا النهاردة سمح أن الملك نبوخذ نصر يرى حلم مرعب, يعني كده حلم أفاقه من نومه, ما كانش عارف ينام. الأحلام دي ساعات يكون تكون من عند ربنا, يعني يوسف النجار مع أمنا العذراء وهم النهاردة بنحتفل بيهم كانوا مطاردين من جيش هيرودس عايز يقتل الصبي, ويعني هربانين لمصر, كان يعني هربوا بسبب حلم. في أحلام تيجي من عند ربنا, ربنا بيستخدم الأحلام. أيوة, وطبعا كل هروب قصص الأباء الأولين زي مثلا إبراهيم وإسحاق ويوسف ويعقوب والأنبياء الكبار والصغار, كل واحد له قصة مشابهة في رحلة الخلاص لغاية ما جه المسيح وهرب إيه لمصر, وبعديها الكنيسة كمان بعد ما المسيح قام من الموت هربت وتشتتت من أورشليم لكل أقطاء الأرض في ضيق عظيم. ولكن بعد الهروب ده كان فيه إيه, كان فيه فرح. عشان كده هنراقب النهاردة في الإصحاح الثاني ده دانيال الرجل المحبوب وهو بيقع في شدة قاتلة, وهنشوفه اتصرف إزاي. طبعا في العدد الأول من الإصحاح الثاني, وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فأنزعجت روحه وطار عنه نومه. أحلام, احنا قلنا في أحلام ربنا بيستخدمها, دي أحلام إلهية. ولكن ساعات كده ربنا بيكلم ناس معينة زي ملوك, زي قديسين, زي أنبياء. يعني مثلا في سفر يوئيل بيقول لك في نبوة كده تنبأ عن يقول النبي عن حلول الروح القدس على الكنيسة, وقال إيه, ويكون بعد ذلك أن أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. الروح القدس لما جه قال أن أنا هخلي الشيوخ تحلم والشباب يروا رؤى. ولكن الأحلام اللي تيجي من ربنا دي يعني يصنفوها الآباء كده لكم قسم, يقول لك في ساعات أحلام رمزية, في رمز معين ويتحقق بعد كده, والواحد لما يصحى من النوم من الحلم يلاقيه منتشي وفرحان وحاسس بالبركة وحاسس بالرهبة. حلم كده ما بيكونش زي أي حلم, أو يكون حلم فيه إرشاد, يكون حلم فيه مثلا نبوة أو إنذار. أنا بعمل حاجة ولقيت إنذار معينة في سير القديسين وتمظهريني وناس كده, وأبو سفين ومرمين, تلاقي ظهروا الناس ووجهوا لهم إنذارات معينة كانوا ماشيين إيه في التواء صغيرة. حلم يعلن مجد ربنا, كل دي أحلام من عند ربنا. أيوه, لكن الواحد إزاي يفرق؟ زي ما قلت, يصحى كده من النوم يلاقي إن كيانه فرحان. ولكن الأحلام الشيطانية يقول لك
تيجي في أربع اتجاهات. دي حلمة من الشيطان 100%، يقول لك إيحاءات أو خيالات أو هواجس أو أحلام مخيفة بقى مرعبة، يقول لك جالي كابوس وأنا خايف الكابوس ده يتحقق، أو يقول لك أحلام فيها نجاسة فيها خطية، أو أحلام مثلا دينية كاذبة. يقول لك الأربع اتجاهات دول أحلام من الشيطان. والواحد يصحى الصبح مكتئب وقلبه مقبوض وحاسس إن فعلا إن طول الليل الشيطان أو طول الحلم ده الشيطان بيلعب بيه، وفعلا يكون هو في الوقت ده بعيد عن ربنا ولذلك تجيله مثل هذه الأحلام. عشان كده الكنيسة في صلاة تحليل الكهنة تطلب لولادها تقول لك إيه، أبطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. فعلا الإنسان اللي مش شاغل قلبه وفكره طول اليوم برب المجد وبسيرة ربنا وبالكلام مع ربنا أو بأي حاجة كده يعني تخلي قلبه دايما مفتوح في قناة اتصال، يبعد ويجي مكانه إيه؟ الشيطان. يبعد روح الله عنه لأنه هو طرده من جواه، ويجي مكانه إيه؟ الشيطان. وتيجي بقى إيه الأحلام النوع الثالث، طبعا زي ما احنا عارفين أحلام مننا من الأحلام النفسية تحت تأثير الفكر اللي بفكر فيه والأحداث اللي حصلت النهاردة. يعني كنت بفكر في موضوع ونمت أحلم بيه، رغبة مكبوتة مثلا، واحد قال لي كلمة بايخة ما عرفتش أرد عليه، هتلاقيني طول الليل عمال إيه أرد يعني أفحمه بقى في الحلم. دي كلها أحداث حصلت ليا وعقلي بيرتبها. ولا انعكاس وضع جسدي معين أثناء النوم، كان حر كان برد كان وجع، كان تلاقي الواحد إيه كمل في الموضوع ده وبيحلم إن هو قاعد في صحراء ولا قاعد في الاسكيم ولا حاجة. المهم إن فعلا في أحلام تأثر، في يعني حاجات تأثر على حلم الواحد، ولكن الأحلام دي مهمة. ليه ربنا حطها؟ يقولك ليها وظيفة مهمة قوي، إنها بتقعد ترتب في الملفات اللي في دماغ الواحد، تجيب الحاجات المهمة كده قدام في الذاكرة، والحاجات اللي مش مهمة اللي حصلت لنا أو عايزين ننساها تروح حطها كده في درج اسمه درج النسيان. يبتدي بقى بعد فترة الملفات دي تتلاشى، لأنها ملفات مش مهمة ما تهمناش، ولكن المهمة كل شوية نحلم بيها سواء كانت قديمة أو جديدة نحركها. وكمان في الضغط النفسي الواحد ساعات ما بيعرفش يعبر عن نفسه، لكن في الحلم بينطلق ويقول كل الكلام اللي إيه تخفف وجعه النفسي شوية. عشان كده الأحلام دي مهمة جدا، إنها إيه إن كل إنسان في ناس ما بتفتكرهاش، لأن الحتة النشطة بتاعة المخ الذاكرة، المخ بيجيب الفكرة دي يحطها في ذاكرتنا الواضحة، دي مش بتبقى لكل حلم، يعني دي بتبقى إيه تتطلب حلم معين الواحد يكون فعلا تأثر بيه جدا وفعلا لما يصحى الصبح يفتكره. ولذلك في ناس ما بتفتكرش خالص وناس بتفتكر على طول أحلامها، بس دي لها علاقة بكيميائية المخ. طبعا اللي أنا عايز أقوله إن نبوخذ نصر هنا ابتدى يحلم وكان حلمه نتيجة تفكير. الرجل ده كان هو اللي أسس مملكة بابل، وكان يعني حتى هنشوفه بعد كده بكم إصحاح يقف كده ويبص من الشباك ويقول بابل دي العظيمة اللي أنا أسستها. وبعد كده ملاك ينزل له بحلم، يمكن شاف ثلاث أحلام ودانيال فسر له ثلاث أحلام، يقول له أنت يعني هتتأذى بشكل معين لأن أنت قلت بعظمتي وفكري وعملت الموضوع وعملت بابل دي، لأ ده أنت هتقعد كده إيه، هنشوف بعد كده هيحصل فيه ايه، انه هيهيم في الصحراء وهياكل من الزرع زي الحيوانات وتقدم شوية. المهم ان الواحد ما يعتمدش على حلمه، الواحد ايه ما يعتمدش على حلمه. ربنا صحيح كلم ملوك وكلم انبياء، ولكن الاباء لما نيجي نقول لهم كده حلمت بالشكل الفلاني ولا حلمت الحكاية دي هتحصل ليا ولا العيالي، يقول لي ايه، يقول لي أنت فاكر نفسك يوسف الصديق ولا دانيال ولا أشعية عشان تحلم؟ لا، أنت خلي الأحلام دي على جنب وما تفكرش فيها وما تعتمدش عليها، لأن أنت لو حلمت حلم وكان الحلم ده تحقق كان حاجة لوجيك كده،
بعد كده الشيطان يشتغلك كل شوية يظهر ليك بشكل بشكل ملك نور يقدر يظهر، بشكل قديسين يقدر يظهر، ما أنا خايب ما برشمش الصليب ومش متمسك بربنا. فالأحلام دي يقول لك أنا أحلامي بتتحقق، لا مش تتحقق، ده الشيطان ماسكه من الحتة دي. هو حد يكون بيعتمد على أحلامه على فكره لازم يلجأ ويجري على طول لأب اعترافه علشان إيه؟ علشان يفوقه من الديلمة دي اللي هو أنا بحلم وحلمي بيتحقق. لا الكلام ده مش مظبوط غير لبعض القديسين الكبار أو القريبين من ربنا. نبوخذ نخزر هنا بيقول لك الأحلام دي أزعجته وطار عنه النوم، طار عنه النوم وهو عمال يفكر في مستقبل بابل اللي بناها دي وهتحصل إيه بعد ما نموت. طيب طب بابل دي هتتقسم إزاي؟ طب مين اللي هياخدها؟ طب فلان وفلان وفلان دول ملوك تحتية. قاعد يقسم الدنيا كده وعايز عمال يصلي للآلهة، عمل زي موسى الأسود كده اللي كان عمال يكلم الشمس وربنا استجاب له، يا شمس أنت هي الإله الحقيقي. وربنا مع ذلك شاف قلبه حلو كده عايز يسأل مين الإله الحقيقي فعرفه نفسه، وراح لحد وقال له روح لأباء البرية هم يقولوا لك، وفي الآخر بقى من القديسين العظام. ربنا ما بيشوف حد بيسأل فعلا بيجاوبه. فجاوب هذا الملك بهذا الحلم، ولكن الحلم ده كان فاكر منه كده حاجات طشاش، حلم رعبه وهزه وحاسس أنه هو من عند ربنا وحسه بكل كيانه، ولكن تفاصيل الحلم راحت منه، عمال يجهد فكره عشان يفتكره مش قادر. العصر ده كان طبعا عصر وثني، عصر وثني يعني كان كل بقى ايه أمر في العدد التاني هنشوف انه أمر انه يستدعى كل المجوس. المجوس دول كانوا بيعبدوا النار، كان في آلهة متعددة جدا وكانوا لهم معابد وكان لهم يعني ميزانية من الدولة عبدة النار المجوس. وأمر السحرة، السحرة دول معظمهم كانوا يعبدوا إيه الوثن البعل، يقول لك يعني عبدة إله تاني معروف في الولاية. والعرفون اللي هم بيعرفوا، الكلدانيون دول الكهنة، الكهنة الوثنيين بمختلف يعني طبقاتهم، كل دول عشان يخبروا الملك بالحلم. ولكن الملك كان ذكي شوية، يعني هو فعلا كان تقريبا أخذ العالم كله ابتداء من مصر وكل فلسطين وكل إسرائيل وشمال وممالك الشمال والجنوب، وراح لغاية الهند، كانت كل العالم تقريبا المعروف وقتها كانت تحت إيده. فما كانش يعني كان ما كانش ملك ساذج، كان ملك ذكي وعارف الناس دول إيه زي كده، بيحب الفلوس والهدايا ويضحكوا على الناس ويدروشوا ويعملوا. فبيقول لهم أنا حلمت حلم وعايزك تفسروا، فطب سيبنا شوية نجتمع. ففاهم أنهم هيتفقوا على تفسير معين للحلم ويجي يقوله له، قالوا له يلا قولوا لنا الحكاية. قال لهم لا أنا مش أقول لكم الحكاية، أولا أنا مش فاكر الحلم قوي بس فاكر بعض التفاصيل منه، ثانيا أنتوا لازم تقولوا لي الحلم، مش أنتوا بتقولوا أنكم أنصاف آلهة وأن الآلهة بتكلمكم وبتقول لكم اعملوا كذا وكذا وكذا، اللي إلهه صح هياخد مني عطايا شديدة جدا جدا جدا، واللي إلهه غلط ومصدعنا بيه وهو شوية بقى إيه شوية حجارة ولا شوية ولا حيوان ولا شمس ولا أي حاجة من حاجات زي كده أنا هقطعه إربن إربن. عشان كده بيقول لك إيه، فأتوا وقفوا أمام الملك فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روح لمعرفة الحلم. في العدد 4 يقول لك فكلم كلدانيون الملك بالأرامية، عش أيها الملك إلى الأبد، يتملقوا شوية عيش إلى الأبد، اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره، وانت قول لنا الحلم الأول واحنا نقول لك. ولكن الملك ده كان إيه، كان ذكي شوية وكان مضطرب جدا في الوقت ده. فجاب الملك وقال للكلدانيين قد خرج مني القول، إن لم تنبؤوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إيه إربا إربا وتجعل بيوتكم مسبأ، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون بقى كل اللي انتوا عايزينه وبتدوروا عليه على طول، هدايا من قبل هدايا وحلوين وإكراما عظيما. فبينوا لي الحلم وتعبيره، يروحوا ويجتمعوا ويرجعوا له جابوه تانية، يلا يعني يعملوا نفسهم مش سامعين حتى تبينوا لي الحلم دي، يلا اخبرنا بقى، اخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. ابتدى يتنرفز بقى لما ايه
لما شافهم مصرين أو أنهم يتجاهلوا أنهم يقولوا له الحلم، ما حدش في الدنيا يقدر يقول حلم إنسان ده كان إيه. ولكن الله استخدمهم، الله استخدمهم واستخدم الملك علشان يوري الأمم ويوري شعب إسرائيل الحلم ده وتفسيره ويتنفذ الحلم ده على مدى إيه؟ على مدى عصور جاية. فأجاب الملك وقال أنت أنا أعلم يقينا أنكم تكسبون وقتا إذ رأيتم أن القول خرج مني. أنتوا بتضيعوا الوقت، تروحوا وتيجوا وتقول لي إيه، أحكي لنا الحلم وإحنا نقوله لك ونحن نفسره لك. طبعا يعني هو فاهم أنهم مش عارفين مش هيقدروا، متأكد، ولكن بيديهم فرصته، متأكد أنه مش هيعملوا حاجة، هو مقتنع أنهم دجالين. فإن لم تأتوني بالحلم فقضاءكم واحد، كلكم هتموتوا، ولكنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. عايزين بقى حاجة تحصل، حاجة تحصل لي أهدى شوية، بتضيع الوقت عشان إيه؟ عشان أنسى الموضوع ده؟ لا، أنا عايز دلوقتي الكلام اللي أنتوا بتقعدوا توعظوا بيه وتقولوا فيه وتقولوا للناس إن كل مشاكلكم هتنتهي، وهاتوا الهدايا والعطايا والتقديمات وأنا هعمل لكم مسوي، كل واحد فيكم بيقول كده للجمهور بتاعه، لا، قولوا لي بقى إيه؟ قولوا لي الكلام اللي أنت بتقولوه دلوقتي صح ولا لا؟ أجاب الكلدانيون دول هم الكهنة بقى قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك. طبعا ربنا حط على لسانهم الكلام ده علشان دانيال يجي ويفسر الحلم، يبقى إيه؟ يبقى هو من عند الإله الحقيقي. لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا. يعني أنت بتتلكك أيها الملك، أنت عايز تقول إيه؟ مفيش ملك في الدنيا سأل كده، فيعني هي فيها شبه كده تهديد أو إهانة، وفي ملك يعني عاقل يقول الكلام ده؟ لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني، والأمر الذي يطلبه الملك عسير وليس آخر يبني يبينه قدام الملك غير الآلهة. يا سلام، غير الآلهة، يعني هم اعترفوا إن ما فيش حد هيعرف يفسر الموضوع ده غير إله الآلهة. هم كانوا بيعبدوا آلهة كتير، ولكن كان يؤمنوا أو يعني عارفين إن في إله فوق كل الآلهة. هو في كل الأمم الوثنية كده، حتى كان في الإسلام كان في عندهم وثن كده اسمه أكبر، فكانوا حاطينه في الكعبة، فأما كانوا بيلفوا حوالين الكعبة يعبدوا الأوثان ويقولوا الشعر بتاعهم وما عرفش إيه، فكانوا يجوا على الإله الكبير أو يقولوا الله أكبر. فدي كان في إله كل يعني ده أكبر من أي إله تاني، عشان كده مش الله كبير لكن الله أكبر، يقولك أكبر من مين معرفش، لكن هو دي خدوها من بعيد، الله أكبر مثلا. أو في كل الأوثان اللي كانوا بيعبدوها المصريين، كان في مثلا رئيس الآلهة ده كان الملك، وكان هكذا في الإغريق، وكان هكذا في الرومان، في إله رسمي وكبير في المملكة. يعني كانوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم يستطيع أن يسأل مثل هذا من مجوس أو ساحر أو كلداني. قدموا العذر وقدموا شهادة لدانيال، والأمر الذي يطلب الملك قلنا أن هو كان أمر عسر، أمر عسر. الملك طبعا إيه؟ اضغط جدا وغضب جدا ونفذ الحكاية. كتر الأمر اللي فكر فيه إن هو يبيدهم كلهم، ما لهمش لازمة، ورفقين ودجالين وتحكوا على الناس، بياخدوا مني فلوس، بياخدوا عطايا، ما بيعملوش حاجة غير إنهم إيه؟ يقعدوا كل شوية عايزين عايزين عايزين. حينئذ إيه؟ قال لرئيس الجند بتاعه أو وزير الداخلية رئيس الشرط إن هو إيه خرج الأمر عشان يقتلهم كلهم. فخرج الأمر في العدد 13، فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون
كل الحكماء يتقتلوا. الحكماء دول كانوا منهم دانيال والثلاث فتية. دانيال والثلاث فتية ما أعلنوش إنهم نفسهم من الحكماء. الحكماء دول كانوا يعني اللي هم تبع الآلهة يعني، بس هم اللي ادوهم اللقب ده لأنهم لما جم اختبروا دانيال يقول لك وجدوه أحكم 10 مرات زي ما شفنا في الإصحاح الأول من كل الحكماء اللي كانوا بيحكموا بحكمتهم الأرضية. الحقيقة كان شاب صغير يعني، كان ساعتها يمكن عنده 21 سنة، كان عدى 3 سنين وكان في تاني سنة حكم الملك ده، فكان عنده بتاع 20-21 سنة، ولكن كانت حكمته شديدة جدا جدا. عشان كده لما الكلدانيين يعني ما كانوش بيحبوه طبعا، الناس ما بتحبش الإنسان المتميز عشان ما يطلع عليهم، لما جم ندوا السحرة والكلدانيون والعرافون وقالوا لهم الملك عايزكوا عشان حاجة مهمة، فقالوا ايه كل واحد فرق في ايده كده واكيد ايه هنطلع بهدية كويسة النهاردة. دانيال ما تنداش لانه ممكن يغطي عليهم وياخد هو الهدايا. دانيال ايه يعني زي ما يقول المثل في حزنكم مدعية وفرحكم منسية، ده رايحين حفلة والملك دعيهم، لا ما جابوش سيرة دانيال والثلاث فتية والناس اللي هم ايه اللي هم مش في المجموعة بتاعتهم. ولكن طبعا لما خرج الأمر بقى وكلهم بيتقتلوا واللي هرب هرب واللي استخبى، خرج ايه راحوا لدانيال واصحابه عشان يقتلوهم عشان هم من الحكماء. حينئذ أجاب من دانيال بحكمة وعقل. بص بقى الإنجيل عايز يسلط الضوء على شخصية دانيال هنا لما يجيله مصيبة أو كارثة، حاجة بيقول له إيه رئيس الشرطة ده اللي هو وزير الداخلية جاي ومعاه جنوده وبيطلب الثلاثة دول وبيطلب دانيال معاهم وحيتقتلوا، الملك أمر بكده وأنا أوريدي قتلت بره شوية حكماء اللي لقيتهم كنت بقتله. دانيال مش ينهار ومش يزعق ومش يقول مين اللي قالك إن أنا حكيم وأنا حطيت نفسي حكيم ولا قال حاجة، يدخل بهدوء شديد وبثقة شديدة وبرزانة مع إنه شاب صغير، ولكن فعلا الحكمة اللي جايله دي جايله من فوق جايله من فوق. حينئذ في العدد 14 أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريخ رئيس الشرطة الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل، وداعت الحكمة وليس في غطرسة الكلدانيين. الكلدانيين لما تعرض عليهم الموضوع قالوا يعني ما فيش حد بيطلب طلب زي ده غير ما يكون يعني وفي ملك يطلب كده، ويعني تكبروا على الملك قصنا الحلم، طيب احنا نقوله لك بين لنا الملك بين لنا الحلم، وفي حد يقدر يدخل جوه عقل انسان وهو نايم يعرف بيفكر في ايه ولا حلم ايه؟ دانيال تعاطف مع رئيس الشرطة وقال له هو الملك بس زعلان من ايه؟ كانش ما يعرف، ما كانش حد قال له حتى بالاجتماع ولا اللي حصل فيه ولا اللي كان القتل اللي كان بيحصل بره. فرئيس الشرطة كان عارفه وعارف حكمته لأنه كان في القصر، فابتدى يحكي له. فأجاب وقال الأريوخ قائد الملك لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ حينئذ يعني أخبره أريوخ دانيال بالأمر، وعشان الكرامة والمهابة اللي كانت في دانيال وعشان كان رئيس الشرطة يعني حاسس أن الموضوع فيه ظلم أن الحكماء بتوع البلد والناس المشهورة تتقتل، ففكر في فكرة كده ربنا أرشده بيها أن دانيال ده ما كانش حاضر الاجتماع وبالتالي ما جربش أن هو إيه يقول رأيه زي ما كل الحكماء كانوا قاعدين، فأنا حوقف الأمر دلوقتي وأعرض الأمر تاني إيه على الملك، أقول له في حكيم أنت عارفه واخترته بنفسك اسمه دانيال، تعال جربه يمكن ده يكون فيه إيه هو اللي يقول لك الحلم وتفسيره. يعني تخيلوا كده مشكلة مثلا في الشغل ولا في الكنيسة والمدير عمال مثلا بيتوعد المخطئ، حصلت خسارة كبيرة في حاجة معينة في إنتاج في حاجة كبيرة، فعمال يقول كلكم هتتفصلوا ويعني الموضوع ده مش هيخرج مش هيعدي بسهولة، وكل واحد بقى إيه يعني يتنصل من الموضوع، أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت في شغلتي، أنا كنت في حالي، كل ده لم يشفع، كله حيتفصل وأنا هجيب ناس جديدة، كله حيتفصل.
ولكن واحد يطلع عاقل كده يبتدي يتكلم مع المدير يقول له وانت زعلان لي الشغل فعلا اتأثر، ولكن احنا نقدر في الفترة دي نعمل كذا وكذا وكيت وكيت، ويبتدي يحط قلبه على الشغل مش قلبه على حياته أو على وظيفته. يقوم رئيس الشغل يبتدي يفكر معاه بالراحة كده ويقول له طب اديني مهلة أفكر وأرجع لك بحل، يحس إن قلبه على الشغلانة. هو ده اللي حصل مع دانيال ورئيس الشرطة، هو حس إن هو قلبه على الملك عايز يهديه وعايز يحلله موضوعه. عشان كده نلاقي في العدد 15 فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين الملك بالتعبير، مع أنه عارف الحكاية من رئيس الشرطة إن هم التانيين يعني كانوا بيمطلوا في الوقت، فالملك يعني زي كده شافها وراح إيه وراح قتلهم كلهم، أنتوا بتضيعوا وقت. دانيال دخل من غير ما يحسس الملك إن هو إيه، إن دانيال أذكى منه، قال له اديني وقت أنا محتاج وقت على طول كده. فالملك قال له أنت هتقدر وأنت هتقدر، طيب اديله وقت. ويقول مفسروه الكتاب المقدس ان الملك من كتر غيظه وغضبه وقلقه ومش عارف ينام اداله 24 ساعة، اداله 24 ساعة. هو دخل دانيال كده بثقة على طول كده بيطلب وقت من غير مماطلة، بثقة الإيمان يعني، وثقة ان انا ايه هقول لك على الحلم، مش جايز اقول لك، لا تفرق كتير. واحد معاه ربنا وداخل كده عامل زي ايه إليا النبي يدخل على أخاب ويقول له ايه، يقول له حي هو الرب مش هتمطر السماء لغايه ما اقول كلمه. يعني جاب الجراه دي منين؟ من الايمان اللي عنده، من الايمان. روح الله بيرشده كده وعنده تجارب واختبارات مع ربنا، يعني مختبر قوه ربنا وعارف علاقته مع ربنا شكل ايه، ربنا مش هيكسفه. فطبعا دانيال نجح ان هو يأجل موضوع القتل في المملكة كلها، لان رئيس الشرطة قال خلاص الملك ادى دانيال مهلة مش حد يموت لغاية ما المهلة دي ايه، لغاية ما المهلة دي تخلص. يبقى كده يعني دانيال نجح ولو جزئيا ان هو ايه، ان هو يأجل عمليات القتل دي. ففي العدد 17 حينئذ مضى دانيال الى بيته، حينئذ مضى دانيال الى بيته وأعلم حنانيا ومشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر. أجمل حاجة أن الواحد لما يكون في ضيقة، أجمل حاجة أنه يدور على ناس مش تسمع له، مش مرحين نفسيا، مش عندهم يعني حلالين عقد، ولكن ناس بتعرف تصلي، ناس بتعرف تصلي. أجري على أبونا عشان هو رجل صلاة، أجري على فلانة أو فلان عشان بيصلوا طول النهار ماسكين الأجبية وفعلا قلبهم مع ربنا. حينما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي ده يحل أي موضوع، يحل أن ربنا يقف في نصه، مش مجرد أن هو يخفي المشكلة، ولكن حيجي، حيجي وحيدبر. عشان كده دانيال من كتر عشرته مع ربنا دور على الثلاثة اللي بيعرفوا يصلوا وكانوا صايمين معاه ولهم عشرة مع ربنا، وقال لهم أنا مش عايز منكم تطلبوا بتفسير حلم ولا نشوف الحلم إيه، ولكن عايزين رحمة ربنا. حين إذا مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا ومشائيل وعزاريا أصحاب الأمر يطلبوا المراحم. تفضلوا تقولوا كيريا ليسون زي ما الكنيسة بتقول، بس مش باللسان لكن بالقلب. تخيلوا الكنيسة واقفة بتطلب لأجل موضوع معين بقلب صادق وأمين ومصدق قوي وعنده رجاء قوي إن الله يرحمنا. فتخيلوا الله حنان قد إيه، إن كل أولاده واقفين بقلب يقولوا كده، ولكن مش بنطلب زي كيريا ليسون كيريا ليسون زي ما الناس بتقولها باللسان وعقلها مشتت في حتة تانية، لا ولا تفرق خالص، ولكن بقلب كلنا نطلب مراحم الله. وقال لهم كمان لما تيجوا تصلوا تقولوا يا إله السماوات، اوعى حد فيكم يقول يا إله إسرائيل، ما كل النص الكتاب المقدس يقولوا إيه، إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب إله إسرائيل. ولكن دلوقتي إسرائيل منفية وغلطانة، والغلط ركبها من ساسها الرأسها وزنت قدام الله وعبدت حاجات آلهة تانية وعملت عمايل صعبة،
تقولوا له يا إله السماوات، السماوات دي فيها ملائكة وفيها أبائنا القديسين يتشفعوا، فكروا أنه هو إله الكل. بس اوعى تجيبوا سيرة إسرائيل، احنا ملناش عين ان احنا نقول له يا إله إسرائيل، زي الابن الضال كده، أنا ماليش عين أقول لك يا ابني يا أبويا، لكن إيه اجعلني كأحد أجرائك. طبعا إيه الأب ما حتى ما خلاش ينطق بالكلمة دي، وقع عن عنقه على طول. عشان كده الحقيقة احنا وصلنا في العدد 18 وقال لا أبيد حكما أدخلني القدام الملك فين سوري صدر. حينئذ وأصحابه مع سائر حكماء لكي لا يهلك دانيال وأصحابه، مع يعني كان بيطلب من قبل إله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤى الليل. دانيال صلى وصلى بقلب وراح نام. تاني يوم الصبح كان عقاب دانيال لو ما كانش عارف السر كان هيبقى أوحش من أوحش حكيم في إسرائيل اتقطع، لأن ده عطل الأمر بتاع الملك، ولأن ده واقف بجراءة بوثاقة قدام الملك وقال له أنا حجيب لك الحلم وتفسيره بس اديني مهلة. ويعني إزاي دانيال ده يخش ينام كده؟ حاجة عجيبة قوي إن هو يروح ينام أصلا، يعني واحد حيموت بكرة وموتة مرعبة. يعني كانوا بتوع بابل دول متخصصين في التعذيب، يعني كانت قلوبهم قاسية جدا جدا، يعني فقع العين بقى وتعذيب وملك يجيبوه مقطعين أربع أطرافه ومعرفش، يعني أساتذة في التعذيب يعني. فراح نام عامل زي بولس الرسول كده يقول لك يعني شدوا الملك، أما هيرودس راح قتل يعقوب، مش بولس يا ربي كان بطرس آسف، لما الملك قتل يعقوب ولقى الناس إيه اليهود هللت، ده احنا مبسوطين قوي إنك قتلت يعقوب الكبير في أعمال الرسل، يقول لك طيب مبسوطين طبعا هقبض على بطرس، تعالى بطرس حطوه في السجن، حط أربع مجاميع وكل مجموعة أربع عساكر وكلهم مقيدين وبسلاسل، وانا كمان ايه مش هقتله بقى، ده انا هسلمه لكم تقتلوه بالطريقه بتاعتكم، كانت الطريقه المفضله عند اليهود الرجم. فكان اليهود يعني ايه متهللين قوي ان الملك هيديهم بطرس تاني يوم الصبح، وبطرس يدخل هو مقيد وخلاص رايح يترجم واشر ميتة، وكمان لسه يعقوب الكبير لسه مستشهد، يعني هو خلاص ربنا سمح عارف ان هو راح يترجم بكره، ينام نوم عميق لدرجة لما الملاك يظهر في الأوضة يقول لك أظهر بنور عظيم في الأوضة، وبطرس إيه بيأكل رز ولبن مع الملائكة نايم بسلام، ودخل في النوم العميق لدرجة الملاك عشان يصحي يقول لك ضربه في جنبه قوم يا بطرس، وصاحي وعمال يفرك في عينه مش عارف ده بيحلم ولا نايم، لغاية ما كل يعني مش معاه كل ما يجيب بالباب يقربوا منه الباب يتفتح يتفتح يتفتح، أول ما دخل بره باب السجن خرج بره باب السجن لقى الهواء بارد كده طص، قال لا ما كانش حلم ده أنا فعلا على رجلي ده أنا ما كنتش بحلم، وراح إيه راح لإخواته وهللوا وفرحوا بيه ربنا أنقذه. في ناس كده في وسط المشكلة يبقى فيها سلام، هو ده اللي أنا عايز أقوله، هدف اللي بنشوف النهاردة دانيال عايز يوريه لنا، في وسط النار قمة الرجاء اللي تبسط أبوك بيك إنك واثق فيه، قمة الانبساط، ويعني ربنا يبارك قوي 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 اللي الدنيا بتتشال وتتهبد وكمية المخاوف اللي عنده لا حصر لها وهو واثق إن ربنا هيتصرف. لا اتكال حقيقي، لأن الواحد فعلا بيفزع بس يعني كلنا ممكن نقول كلام حلو، ولكن المحك في التجربة، المحك في التجربة. فدانيال النهاردة أثبت لنا قوة إيمانه، قوة إيمانه، إيمانه إيه بالصلاة. أجمل حاجة الحقيقة في عمق التجربة كمان إن إحنا نصلي مع بعض، نصلي مع بعض، يعني الواحد كده
يحس ان هو عنده هدف يوصل للمسيح. ممكن يصلي ومن اجل تخاذله وكسله وحاجات كتيره ينام في السكه شويه، يكوع هنا شويه، يكسل هنا شويه، هنا حاجه عطلته، هنا تمثيليه عطلته، هنا الدنيا ساقعه عطلته، 50 حاجه في السكه هتعطله. ولكن تخيلوا ان الواحد رايح نفس الهدف ده ومعاه جيش مكون من الكنيسة كلها ماشيين كده صفا انتباه، عمالين نهز الأرض وإحنا ماشيين. هو ده في اعتقادي إن الفرق ما بين الواحد لما يصلي في وسط مجموعة كده يكون ربنا ماشي في النص كمان، يعني حاجة بقى إيه جميلة قوي، الهدف ما يضيعش. لأن لو الواحد نام على روحه كده اللي جنبه حيصحيه، الكنيسة حتوبخه، واحد من الكنيسة، الكنيسة كلها هتقول له اصحى انت نايم، هتقول له التفت للهدف ما تحتش كده. الصلاة مع بعض دي شيء رائع. ولذلك لما حد يقول لي صلي لي، الواحد يقول صلوات القديسين ويعمل كده ويتضع، ولكن ده طلب وأمر من أخويا أن أنا صلي له، مش بنعزم على بعض أو بنعمل لغة الكنيسة اللي هو صلي من أجلي أخطيت مش عارف إيه الكلام اللي هو على شكل الاتضاع ده. أي حد يقول لحد تاني صلي لي، ده بيبقى أمر من الكنيسة المتمثلة في الحد ده اللي هو عضو صغير في الكنيسة، ولكن يمثل الكنيسة بالنسبة لي إن أنا إيه أقف أصلي، وربنا شايف إن أنا هكون أمين في الحتة دي. فكلمة صلي لي في الكنيسة دي كلمة مهمة جدا 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 إن احنا نقف نصلي. عملت عمايل في كل الكتاب المقدس، في كل الكتاب المقدس. نرجع تاني لدانيال وقد ايه هو لما عرف الحلم. احنا فضل لنا 10 دقايق. طيب احنا في حينئذ عرف الحلم وقال لك ايه، حين دانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات. أول ما عرف الحلم قام من النوم وأول حاجة عملها إيه؟ بارك إله السماوات. أنا برضو بفكر لو الواحد جات له فكرة كده جميلة يحل مشكلة ولا يحل معضلة، هيقول له شكرا يا رب، هو بيلبس القميص كده جري يعني المهم بقى أنا هروح أقول الحاجة اللي هتحل الموضوع، أنا كنت ناسيها ولا جات لي فكرة، ولا يقعد يعظم في ذاته كده. ولكن دانيال المختبر ربنا أول ما تجيله فكرة عامل زي العشرة البرس اللي شفاهم رب المجد، واحد بس رجع يشكره وما عمل تسبيحة، يموت في التسبيحة، جميلة أوي التسبيحة بالنسبة له، قال له سبح الرب لأنه بالمجد كتمجد، وقعد بقى ايه مش يروح على طول بقى الرئيس الشرطة ويبلغه. فبارك دانيال إله السماوات، قعد بقى ايه يقول التسبيحة بتاعته من الآية 19 يمكن للآية ايه 25 لغاية ما دخل لأريوخ رئيس الشرطة. ما هو بعت له ملاك، بس بعد ما عارف تفسير الحلم المفروض الموضوع اتحل، هو مفروض يجري بقى على الملك ويقول ورئيس الشرطة عشان يدخله للملك ويقول، ولكن هو وقف عمل تسبح. فدي أجمل حاجة نشوفها في دانيال النهاردة، أما الموضوع يتحل مش مهم يروح يطمن التلات فتية، مش مهم يروح يطمن حتى حكماء إسرائيل، مش مهم حتى يعني يقول لك أنا حنسى الحلم عقبال ما أروح، ده أنا أروح جري أقوله دلوقتي، أنا لازم أحل الموضوع ده بسرعة. أنا ما قالش أي حاجة، ما فكرش في أي حد، ملك وزير، ما فكرش في حد، فكر في ربنا اللي اداله الحل، وابتدى يسبح، ابتدى يشكر، يقول له إيه بأجابة دانيال يكن اسم الله مباركا بارك الله. طبعا عارفين إن الكبير هو اللي بارك الصغير، إحنا لما نبارك ربنا بالتسبيح يعني البركة اللي انت مدهاني يا رب أنا أعيدها إليك بتسبيحتي إليك وبتقدمها إليك، لأن انت البركة دي انت أصل البركة. فما الصغير يبارك الكبير تبقى إيه تسبيحة وشكر، ولكن لما الكبير يبارك الصغير تبقى حاجة مختلفة.
يبقى بيباركوا بنعمة، بيباركوا بحياة، بيباركوا بعطية، بيباركوا بأي حاجة. وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوك. أنا متأكد يا رب أنك أنت ممكن كنت تميت هذا الملك النهاردة. ممكن نصحى الصبح نلاقي الجرائد اتغيرت وفلان ملك على المدينة الفلانية. أنت بتعزل وبتعين، أنت يا رب الكل في الكل، بيعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. ده يعني عمال بيشعر في محاسن ربنا وهو يكشف العمائق والأسرار. يا رب محدش يقدر يكشف العمق والسر إلا الله. الشيطان ممكن يستنتج أنا بفكر فيه لأنه كان شايفني من شوية ببص أو بتكلم أو بعمل، إنما ما يقدرش يدخل جوه دماغي ويعرف أنا بفكر فيه. مفيش حد يقدر يكشف العمق غير الله وحده، حدش يقدر يكشف السر غير الله وحده. إنما ممكن استنتج أنت بتفكر في إيه، أو الشيطان يستنتج، ولكن مجرد استنتاج. يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. ما هو الظلمة دي محدش يقدر يدخل يبص فيها، لكن ربنا عارف اللي في الظلمة، اللي في النوم، اللي في الحلم، وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة. مش بيمجد نفسه، ده بينكر نفسه قدام ربنا. أنت اللي اديتني الحكمة وأنت اللي اديتني القوة. أجمل حاجة لما واحد مثلا يعمل عملية، يروح يلاقي حل مناسب لمشكلة معينة، يتصرف تصرف كويس وينجح فيه، أنه يرجع المجد لربنا. يا رب لا بدكتور ولا بمستشفى ولا بتمرجي ولا بحل ولا بذكاء ولا بفلان أو فلانة، ولكن يا رب أنت إيه؟ أنت إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة. وعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك علمتنا أمر الملك. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل. ماذا؟ وقال له هكذا: لا تبت حكماء بابل، وقف، رد سيفك إلى غمده، اوعى تقرب لحكماء بابل، ادخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير. ثقة كده، ثقة، بيقول لوزير الداخلية، هو شاب صغير كده. حينئذ دخل أريوخ بدانيال إلى قدام الملك مسرعا بسرعة، وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا. يعني هو بينسب الفضل لمين؟ لنفسه. وفي ناس كده إيه؟ يعني عايزة تنسب الحاجة الكويسة لنفسه. أنا قاعد أفتش بقى ليك أيها الملك، ولما أن دانيال هو اللي راح له، ولكن إيه؟ عايز ياخد الكريدت لنفسه. الذي يعرف الملك بالتعبير. أجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشاسر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم؟ يعني فيها شوية استصغار بس يلا ماشي، هديك الفرصة. الذي رأيته بتعبيره. أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا يقدر أن أردد ليك بقى إيه اللي قاله الحكماء من قبلي. ده سر لا في حكيم ولا ساحر ولا مجوس ولا منجمون ولا إنسان يقدر يبينه، ده حاجة في دماغك وانت نايم. ولكن يوجد إله في السماوات. خلي بالك الكلام اللي هقوله مش من عند إنسان ولا مش من عند حكيم، ده إله السماوات. مش زي الآلهة الأرضية المصنوعة ولا الحيوانات اللي بتعبدوها، منهم البقر منهم كذا، وكاشف الأسرار. وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. مش أنت كنت عمال تفكر في الأيام الأخيرة هتكون شكلها إيه من بعد ما المملكة دي، مش بعد ما تموت، وعمال تفكر يعني يا إله الآلهة قل لي إيه اللي هيحصل. ربنا بقى إيه حب يقول لك فعلا إيه اللي هيحصل. أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت. يعني أنت قعدت تصعد أفكارك إلى ما يكون من بعد هذا، بعد العظمة اللي فيها بابل دي هيحصل إيه؟ يا ترى في مملكة تانية؟ يا ترى فلان هياخدها؟ وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. هو الله وحده اللي هيعرفك. والملك طبعا قاعد إيه؟ عمال يجز على أسنانه بعد الكلام ده،
هيقدر يقول ولا مش هيقدر. خليني ساكت لغاية ما يكمل، ده شاب صغير هستحمله. أما أنا فلم يكشف لي هذه السر لحكمة فيا. خلي بالك أنا كمان هقول لك على السر، بس أوعى تقول إن ده إن أنا أحسن من الناس كلها اللي ماتت ولا اللي هتتقتل. أوعى تقول إن ده حكمتي اللي هتقول لك السر. أوعى تقول إن أنا شطرتي اللي حلت الموضوع ده. أوعى تقول، أوعى تفكر، ولكن فكر في مين؟ في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. أنا هقول لك، بس أوعى تقول إن أنا اللي قلت، ده ربنا اللي قال. أنت أيها الملك كنت تنظر. حاجة عجيبة قوي، ده قاعد يبص له، هو كان واقف إزاي في الحلم؟ يعني ممكن يكون ربنا خلى دانيال يحلم بالتمثال اللي هو الملك حلم بيه ده، ووراله حلم التمثال وتفسير، ولكن ده عامل كده زي كاميرا فيديو، شاف الملك واقف وقدامه تمثال عظيم وعمال يبص له، والتمثال رعبه، وزي ما نشوفت أوصاف التمثال كده، تمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبلتك ومنظره هائل. فابتدى الملك يتشد انتباهه، وفعلا ده المنظر اللي شافه، ولكن نفسه يفتكر الديتيلز، يقول لك راس هذا التمثال من ذهب جيد، ايوه، ودراعه من فضه، بطنه وفخده من نحاس، ساقاه من حديد. هنا الملك كان تقريبا وقع من طوله وداب، لان ده اللي شافه بالظبط بتفاصيله. قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. مش ده اللي حصل يا ملك؟ فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم. يعني مش هو ده الحلم برضو؟ لا، ده ما سألوش، اللي هو ده الحلم. الملك كان طبعا ايه وشه عامل زي الليمونة كده، ومتخيل ان هو كان عمال يكشف روحه، لدرجة لما دانيال خلص الجملة دي الملك ما عرفش يعمل اي حاجة، غير ان ملك ملوك بابل، مش ملك الملوك، ملك ملوك لأنك انت تحتيه ملوك كتيرة، نزل وسجد قدام دانيال، نزل وسجد قدام دانيال. حاجة جميلة قوي لما ربنا بيتدخل، مفيش إنسان يقدر يقول لا، مفيش إنسان إيه يقدر يقول لا، من قال لا والرب قد فعل. أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة. يعني بص، أنت صحيح ملك كويس وملك على ملوك، ربنا اداك مملكة واقتدار وسلطان، ولكن واداك كمان انك انت تتسلط على وحوش البر وطيور السماء، ده فحل ايدك. انت الراس بتاعت التمثال اللي من ذهب دي، مش التمثال العظيم قوي كده، ده يمثل عهدك ايها الملك، وذهب ايه؟ ذهب جيد. وبعدك تقوم مملكة اخرى اصغر منك، اللي هي المملكة ايه اللي كانت صدره ودرعاته من فضة، لأن المملكة فعلا بعديه هتنقسم، يمكن هنشوف بقى لمملكة فادي ومادي ومملكة فارس، مملكة فارس ومملكة مادي. فطبعا عشان كده في درع شمال ودرع يمين، وكانوا مصنوعين من الفضة في التمثال. وبعد كده هتقوم مملكة تانية يمكن قبل المسيح ب 300 سنة كده، اللي هي مملكة ايه؟ مملكة اليونان الإغريق، ودي هتقعد لها 180 سنة، وحي إيه؟ وهتكون من نحاس، لأن بعد كده شاف جزء السفلي من التمثال النحاس. فتتسلط على كل الأرض. طبعا إيه؟ إسكندر الأكبر ده هيدخل يتسلط على كل ممالك الأرض. هتقعد المملكة دي حوالي 180 سنة، وهتتفرق على 4 قوات بعد ما إسكندر مات، هو سنه صغير، كل قائد هياخد جزء من المملكة، وهتضعف المملكة بعد كده. وبعد كده هيجي ايه؟ هيجي مملكة، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد. طبعا دي مملكة الرومان اللي قعدت لغاية يعني القرن السادس تقريبا،
لغاية القرن السادس 500 وشوية 580 لغاية ما اندثرت مملكة الرومان. لأن الحديد وبعدين جزء منها حديد وجزء منها فخار، يعني في أجزاء في المملكة دي هتكون ضعيفة. والسيد المسيح جه في عهد مملكة الرومان، يعني كان الرومان هم اللي كانوا خدوا أورشليم قبل ميلاد السيد المسيح بستين سنة، ولكن هم من قبل كده كانوا خلاص يعني خدوا كل الممالك، وأصبحت روما هي العاصمة الجديدة للمملكة. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضهما من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة. يعني يقول لك الآباء أن في 10 أصابع في القدمين، يمكن أكثر التمثال كان معمول فيه، ده نتيجة أن في 10 ملوك في المملكة دي. وطبعا شفنا إيه في قصة صلب السيد المسيح، أن أورشليم مثلا كانت مقسمة 4 أجزاء، كل ملك على جزء، وكانت في ممالك أخرى لها ملوك وتكون منقسمة، يكون فيها قوة من حديد، من حيث أنا رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، يعني مش الطين ده يعني يتشقق وينقسم، والحديد عمله ما يختلط بالطين. وأصابع القدمين بعدها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبين رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فأنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. هو شاف إيه بقى؟ شاف حجر غير مقطوع بأيدي الناس، الحجر ده يمثل المسيح، وملكها وملكها لا يترك لشعب، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. شاف الحجر ده راح ضارب المملكة الحديد اللي تحت، ضارب القدمين الحديد مع الفخار سحقهم، وكل الممالك اللي فوقيها بقى المملكة النحاس والمملكة الفضة والمملكة الذهب كلها بقت عاملة زي الرملة، وكل دي طارت. ليه؟ لأن السيد المسيح جه وضرب المملكة الرومانية وابتدى ينشئ مملكة لا تزول إلى الأبد، لأنها مملكة سماوية ياخد فيها كل البشر، ولكن ليس على الأرض، مملكة لا تزول، مملكة هو أسسها بنفسه. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض. احنا قلنا كده الآية 45، لأنك رأيت أنه قطع حجر من جبل لا بيديني، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. هو الحجر، هو المسيح اللي جه، حجر صدمة زي ما أشعياء قال عليه، وصخرة عثرة لبني إسرائيل. وفي المزمور يقول لك يعني هو ذا الحجر الذي رفضه البناؤون أو رزله البناؤون قد صار رأسا للزاوية من قبل الرب. يعني حجر جاي من السماء كده هو اللي أنهى الممالك دي كلها وأصبحت كلا شيء، وأسس مملكة لا تزول، أسس مملكة لا تزول. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر أن يقدموا له تقدمة وروائح سرور زي اللي كان إيه بياخدها الحكماء، وكل حاجة ما يقولوا له كده حاجة من الحاجات الدجل اللي كانوا بيقولوها، كان كل شوية يديهم رائحة سرور وتقدمات وحاجات زي كده. ولكن دي دانيال خدها مع اعتراف للملك وقال حق إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، حقا إن إلهكم. يعني دانيال أدى الكريدت لربنا الأول، فما الملك حب يكافئه وقال له حقا إن إلهك كذا وكذا وكذا، مش حقا إنك أنت يا فلان ما فيش زيك، على طول ابتدى يشكر في إله دانيال. يبقى دانيال وصل الملك إن هو يشكر ربنا مش يشكره، إذا استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على ولاية بابل، على كل ولاية بابل، وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. يعني هو صحيح ما عاقبوش، ولكن
يعني ما عاقبش حكماء بابل، ما وقف قتلهم، بس خلى دانيال فوقيهم واداله كل ولاية بابل. هو الآمر الناهي في ولاية بابل الرئيسية، المملكة، عاصمة المملكة الرئيسية. ودانيال من كتر محبته في إخواته طلب إن هو من الملك إنه يولي شدرخ وميشخ وعبدناغو على أعمال ولاية بابل. يعني كل حاجة كانت في إيديهم، لأنهم اشتهروا بالأمانة وإنهم فعلا جنود الإله الحقيقي. هم دول ولاد ربنا الناجحين، مش ما بيتعرضوش لمؤامرات، مش ما بيتعرضوش لضيق ومتاعب، مش ما بيتعرضوش لأشياء تكسر جبل، ولكن هم ثابتين بربنا واثقين فيه، وربنا دايما ينجحهم. يقول لك لم أرى ذرية لهم تلتمس خبزا، هم دول ولاد ربنا. أما دانيال فكان في باب الملك، يعني كان قاعد في قصر الملك، وكان قاعد في حكم كرسي القضاء، لأن باب الملك ده كان بيعبر عن القضاء، هو اللي بيقضي بين الأمراء وبين الشعب وبين الملوك. أعتقد كده الساعة 9. لإلهنا كل مجد وإكرام إلى الأبد، أمين. هو نبوخذ نصر بيعتقد ان ده اله فوق الهه، لان احنا هنشوف بعد كده ان هو مملكته ازيلت وازيل اسمه. يعني هو زي البوذيين والهنا الهندوس يقولوا المسيح كويس قوي، اله اله جيسس از جاد، ولكن واحد من الجدات يعني. فهو للأسف إن هو قال ده أعظم إله، ولكن وصل حده لهذا المشكلة. مش الإله اللي هو إيه الوحيد، إله السماوات والأرض وكل ما فيها، لا، ما وصلش لهذا الإيمان، بس هو عارف إن هو إله عظيم. ولكن سيرته بعد كده في الإصحاحات الجاية بتقول إن هو ما أمنش. ساعات ليه ربنا اختار واحد زي ده يحلم؟ مش دانيال اللي يحلم؟ ما هو ما أمنش بيه. يقول لك لو دانيال اللي كان حلم كان يدوبك الحلم بتاعه وتفسير الحلم اللي هيجي بعد كده بقرون، كان هيوصل لمين؟ لأصحابه، للثلاث فتية، لشعب، لبني يهوذا المزبي معاه، لشعب إسرائيل، هيسمعوا نبوة دانيال دي. ولكن الأمم ما كانش هيبقى لها خبر خالص، ما كانش. ربنا خلى واحد زي ده يحلم علشان الخبر ينتشر في كل ربوع الأرض. الملك حلم حلم، والحلم كان كذا تفسيره، وكان كذا تعبيره، وكان كذا. ودانيال اللي إلهه إله إسرائيل هو اللي فسر الحلم، هو اللي أنقذ كذا. فربنا له أغراض كده، حتى إن في ناس زي دول بيحلموا أحلام على مر تاريخ الكتاب المقدس كله. في ناس أبي مالك حلم ما كانش مؤمن، فرعون حلم، ناس كتير بتحلم، ناس كتير ربنا بيستخدمها عشان يبني الملكوت وهي ما بتكونش مؤمنة بيه. لإلهنا كل مجد وإكرام. ربنا يعوضك يا باشمهندس، بركة كبيرة خالص، وتفسير جميل وإصحاح جميل خالص، كله معاني حلوة وكله كلمة حلوة. عجبتني خالص فكرة ان هو دانيال بعد ما عرف التفسير وقف وسبح ربنا، دي حاجة جميلة خالص. ان هو يعني اكبر دليل على ان احنا بندي المجد لربنا ان احنا نسبحه لما يجي خير، او في اي وقت نحس فيه بزواتنا، يعني ان احنا ندي المجد لربنا مفيش احسن من كده. كل مرة حضراتكم طيبين، تفضلوا نصلي. هللويا 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 يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات.
مات وقام من الأموات لأجلنا. نشكرك يا رب أنك جمعتنا يا رب تحتك ناحيك علشان نقف لحظات يا رب في كنيستك المقدسة ونمتلئ يا رب يسوع المسيح بالنعمة الحلوة اللي انت بتديها لنا واحنا واقفين تحتيك تحت صليبك يا رب. ادينا كلنا يا رب ان احنا نكون مقدسين في حياتنا لان انت قدوس، انت قلت صيروا قدسين لان انا قدوس. ادينا يا رب يسوع المسيح ان احنا في كل مشاكلنا وضيقاتنا نترمى تحت رجليك ونصلي بنفس واحدة وبروح واحدة علشان تتمجد يا رب في كل مشكلة وفي كل موضوع. ادينا يا رب يسوع المسيح ان احنا ما نقلقش، ان احنا ما نتعبش، ان احنا ما نخافش من شيء لانك انت يا رب انت هو مدبر الجميع، انت يا رب بتدير كل شيء تحت اشرافك. ادينا يا رب يسوع المسيح ان احنا ما نتحرمش من الكنيسة وكل المحرومين ونفسهم يا رب يترموا في حضن الكنيسة. ازل يا رب عنا الوباء والغلاء، ازل عنا هذا الوباء يا رب يسوع المسيح. افتح كنيستك تانية للمؤمنين عشان يشبعوا بيك وتشبع انت يا رب بابويتهم لان انت اله المحبة. يا الهنا مخلصنا كل نفس يا رب محتاجة منك شيء لا تردها، انت وعدت يا رب وقلت ان في كنيستك اللي يجي لي بقلب انا مش هرد. كون في وسط المشاكل، كون في وسط يا رب كل ضيق وكل مرض علشان يا رب تقلب كل ضيق وكل مرض لريح كده جميلة نتمشى فيها زي التلات فتية ما كانوا بيتمشوا في أطول النار، ونكون يا رب مبسوطين وإحنا في وسطيك ومعاك. من أجل خاطر أم النور العذراء، من أجل خاطر شهيد مريمينا شفيع هذه البيعة والبابا كرولوس شفيع الاجتماع وشفيع كنيستنا، من أجل خاطر كل مصافي قدسيك اجعلنا كلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي. تعيشوا تصلوا.